بدنا نيجي نتطلع على الباور في 3 فيز سيستم. فاذا عندي مثلا 3 فيز لود او 3 فيز سورس، هاي فرضا عندي هون 3 فيز سورس، وبدي الاقي الباور. الباور اللي بيعملها ديليفري هذا السورس، هذول طبعا 3 فيزز من هون بلس ماينس. هي عندي هون في اي ان، هذا ان، هذا اي اي، هذا الكونفنشن كمان نفس الشيء بلس ماينس في بي ان اي بي، والكونفنشن كمان هون انه اي سي بلس ماينس في سي ان. اذا جينا طلعنا بدنا نطلع الباور ان سنجل فيز من هذا الفيز مثلا، راح يساوي في اي ان. طبعا ضمنيا احنا هون بنقول انه في اي، طبعا هاي في اي ان هي الفيز فولتج مش هيك، وهاي ار ام اس ولا بيك، هدول دائما بنحكي عنهم ار ام اس كوانتيتيز. اي في اي اي ان في كوساين فاي، كوساين فاي هي الفيز انجل ما بين الفولتج والكرنت تبع الفيز. اذا ثيتا هاي مهم او فاي، از ذا فيز انجل between the phase voltage and phase current. يعني بمعنى آخر مش اللاين voltage. اوكي صار عندي هلا، هاي صار عندي اذا هلا 3 phase، يعني هاي ممكن هون اذا بدكم نحطها فيز، فبصير عندي هلا التوتال باور 3 فيز بتساوي 3 مضروبه في في اي ان اي اي ان كوساين فاي. لكن هلا الان بدي اخلي الماجنتيود، راح اخلي هاي هون كلمه فيز من هالفيز انجل. هدول في اي ان بقدر احول من في اي ان لاي ان، اي اي ان مساوي لاي اي مش هيك، نفسه هو اللاين فولتج. فهذا هون اي لاين، في لاين شو بيساوي؟ او في اي ان وفي لاين شو العلاقه بينهم؟ جذر الثلاثه. بدي اقسم هذا اذا ضربته بجذر الثلاثه بيعطيني هذاك، فاذا هذا بدي اقسم في لاين على جذر الثلاثه، هذا مساوي لفي اي ان، ثلاثه لسه موجوده وعندي كوساين فاي فيز لسه موجوده، وهاي تساوي الباور. هاي طبعا باور ديليفرد باي ذا سورس او الباور ريسيفد باي ذا لود. ثلاثة مع جذر الثلاثة بتعطيني جذر الثلاثة في لاين اي لاين كوساين، وفاي لساها الفيز انجل، اذا هالانجل بين الفيز فولتج والفيز كرنت مش اللاين فولتج واللاين كرنت، رغم انه حطينا هون في لاين اي لاين. ماشي واضح؟ تمام.